السلام عليكم، نصيحة من أخ في عمركم، أصغر منكم أكبر منكم، في زمن المعصية فيه أسهل من شرب الموية، لما نتحكم في الشهوة حتى لا تقودنا إلى هذه المعصية الكبيرة. الشهوة هي موجودة في كل إنسان، ما في أحد، لكن مين يشعلها وكيف تشتعل؟ هذا أنت ومحيطك وأنت وتفكيرك أنت وخطواتك. فإحنا ما قبل الشهوة لازم نفهم أنك أنت المثيرات هذه تسوي لها موانع، حواجز. كيف أسوي الحواجز هذه؟ أهم حاجة الانشغال. الانشغال لذلك تجد في بيئتك إنسان منشغل، في محيطك ما يفكر زي ما أنت تفكر، فتعرف أن الفراغ قاتل، الفراغ هو اللي يوديك. فأنت جرب كذا يوم انشغل فيه تماما من يوم الاستيقاظ إلى أن تنام، والله ما تشعر فيه في اليوم اللي قبله من خواطر وكذا، لن تشعر فيه هذا اليوم اللي انشغلت فيه. الانشغال، واحد يقول أنا انشغلت بس ماني قادر، الخواطر رعاية من سنين. يعني شوف، لكل شيء له حل. الانشغال أنا قلت لك بالمباح، لكن في انشغال بشيء يحرق لك هذه الشهوة المتعبة. والله لو تبحث عن كل علاجات الدنيا في هذا الموضوع لن تجد مثل هذا الحل. إيش هو؟ ركز معاي في الكلام، لأنه كل مفردة لها معنى. الارتباط التأملي بالقرآن، مو بس قراءة، لا، الارتباط التأملي بالقرآن. أنت عارف القرآن إيش؟ القرآن شفاء الأمراض الروحية الجسدية. الله يقول وننزل من القرآن ما هو شفاء. تمسك القرآن تنشغل فيه، تبحث عن أسباب النزول، معاني الكلمات، تترقب رسالة من الله سبحانه وتعالى علاجا لهذه الشهوة. والله الذي لا إله إلا هو، لو تبحث كل علاجات الدنيا والكلام اللي قاعد ينقال هنا وهنا لن تجد مثل هذا الحل أبدا. أني قاعد أحوم حول قضية الانشغال. في المقطع الأول قلت لك الانشغال بالمباحات، تبقى تختصر المسافة الانشغال بالقرآن وانتهى الموضوع خلاص. الانشغال يبعدك عن أصدقاء غير كويسين معك في ده الطريق، جوالك اللي مليان بلاوي، تجد أنك ما في وقت أصلا. ها، جرب يوم، جرب يوم طبق وشوف، حتدعي لي. طيب أنا ضعفت والله وجات الشهوة وثارت عندي، إيش أسوي؟ خليك مع الشيخ عمر. اسمع زي الناس، بنزل لك مقطع الشيخ عمر قال تجربة جميلة جدا ومجربة وفعالة. وخايف انت مع الشهوة هذه تنقل للحرام، سوي الشيء اللي قاله الشيخ عمر، والله أثره طيب، أثره طيب، وحتدعي لي وحتدعي للشيخ عمر كمان. تمام، الله يعصمكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. بنزل لكم المقطع وبرجع لكم، حطفشكم اليوم شوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشهوة إذا ثارت غيب على العقل، ولذلك تجد أن البعض إذا فارت شهوته ما عاد يستطيع أن يتخذ قرار المواجهة، مواجهة المعصية والشهوة، أو أن يصبر عليها. أو أحيانا البعض يقع في المعصية والخطأ ويقول بعد ما يخلص يعني أنا كيف وقعت، أنا فين كان عقلي. الحقيقة أنه السبب أن الشهوة إذا ثارت غيب على العقل، يعني هذا مما تحدثه الشهوة. ولذلك مما يستعان به عند فوران الشهوة تجربة عجيبة وتجد أثرها فورا، والله ما دللت بها أحدا إلا وجد أثرها فورا، وهو الوضوء والمبالغة في الاستنشاق. حتقول لي يا عمر يعني إحنا جايين عندنا مشكلة في الشهوة تقول لي وضوء ومبالغة في الاستنشاق؟ أنا أقول لك جرب، لا تحكم قبل ما تجرب، لكن بشرط أن تحسن في الوضوء، يعني تعمم أعضاء الوضوء بالماء وتبالغ في الاستنشاق. شفت الشعور المزعج أحيانا لما تبالغ في الاستنشاق زي الكهرباء؟ هذا الشعور نبغى نوصل له. جرب وستجد أثره فورا، لكن بعد ما تنتهي من الوضوء والمبالغ في الاستنشاق ابتعد عن أي مثير كنت عليه، سواء كان تخيل أو مشاهدة أو صورة أو محادثة، ابتعد وانشغل بأي شيء آخر، ستجد أثرها عجيبا. تعرف ليش؟ لأن الشهوة حرارة والماء يبردها. لا تحكم قبل ما تجرب. السلام عليكم. أبدا، وأحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، وستعود إلى ذلك الإنسان الطاهر اللي كان قبل هذه الشهوة اللي أرقته سنين، ستعود والله. أكثر من الحوقلة، لا حول ولا قوة إلا بالله، وهذه والله تعينك، والله تهد بها جبال، والله مو شهوة، جبال. لا حول ولا قوة إلا بالله، اقرأ في معانيها أنك تتجرد من حولك وقوتك وتتثبت بحول الله وقوته.
ادعي اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك. أهم حاجة اجتهد في الحرب، تمام؟ والطرق اللي قلت لك عليها والله نافعة ومجربة. الانشغال بالقرآن تدبرا، انتهينا. وشوف جرب، انتظر رسائلكم مع هذه التجربة وحتشوفوا العجب. الله يسعدكم. أخيرا الله يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. انت تجاهد في معركة لله، انت ايش بالله ايش يبعدك عن الشهوة الا انك تخاف ان الله يغضب عليك؟ فينا انت مخلص لله سبحانه وتعالى في هذه المعركة، والله سيقويك وسيجعلك الغالب على الشيطان وعلى نفسك وعلى الهوى. في نقطة ثانية، لما تسقط لا تعتقد أن انتهت المعركة، لا، أنت في معركة. الله غضبان علي، ترجع وبالصدقة تطفئ غضب الرب وتفعل صالحات، الله يغفر لك ويتجاوز عنك. إياك أن يفر الشيطان منك بهذا البعد، يقول لك خلاص أنت ما تنفع، خلاص تستسلم. أن تلقى الله وأنت مثخن بالجراح، تجارب وأشياء عشان تبتعد عن هذه الشهوة المتعبة اللي توديك للحرام، خير من أن تلقى الله سبحانه وتعالى وإنت مستسلم. والله أكرم من أن يدخلك النار بعد هذه التفاعلات منك. وأنا عارف الضمير كذا نفسه يرجعك للإنسان الأول اللي ما قبل الشهوة وما قبل هذه الأشياء، نفسك ترجع. أنا عارف والله حترجع وحتقدر وحتعيش الإنسان المرتاح بإذن الله سبحانه وتعالى. يا أخي أنت مع الله في معركة مع الله سبحانه وتعالى وابتليت، فجاهد وبإذن الله ترجع. 5 سنوات والله ماني قادر، 10 والله تقدر. في ناس تغيروا وكانت معهم 15 سنة، تقدر بإذن الله سبحانه وتعالى. بس أهم شيء التفاؤل، تنشغل وأري الله سبحانه وتعالى من نفسك خيرا، وستعود ذلك الإنسان بإذن الله سبحانه وتعالى. الله يجعلك خالي من الذنوب، خالي من هذه الشهوات القبيحة التي تؤدي بك إلى الحرام. محاول إذا قدرت تروح لي منفذها الصحيح الزواج وكذا، فإنه أحسن للفرج وغض للبصر. حاول، ما قدرت تسوي اللي قلنا لك عليه. الله يسعدكم يا حبابي، وفقكم.